حقيقة نحن تعاملنا يعني بنشر الأصبعيات في نهر دجلة وسد الموصل بحيرة سد الموصل نعتمد على مفقس أسماك نينوى اللي هو تابع لدائرة الثروة الحيوانية، يكون تنسيق بينه وبينهم في حين وجود فائض من الأصبعيات. هذا الكلام كان قبل داعش. حقيقة أطلقنا تقريبا أكثر من 2,000,000 أصبعية في بحيرة سد الموصل ونهر دجلة، لكن بعد الأحداث المفقس تعرض إلى التخريب والدمار ولحد الآن متوقف. سيتم إن شاء الله يعني تأهيله وتشغيله من قبل الوزارة. أي أصبعيات ما نشرنا لأن متوقف المفقس اللي هو نحن نعتمد عليه بالأصبعيات. منتظرين إن شاء الله إعادة تأهيله وتشغيله من قبل دائرة الثروة الحيوانية قسم المفاقس الأسماك، وإن شاء الله راح يتم من جديد التنسيق معهم في حين وجود فائض من الأصبعيات وإطلاقها في بحيرة سد الموصل ونهر دجلة.